مثل ما قلت لك، هو على رأس المؤسسة إيش الدور المطلوب من العلاقات العامة؟ العلاقات العامة طبيعتها استشارية تنفيذية، وليس استشارية فقط ولا تنفيذية فقط. يسمعون لكم مدراء الإدارات؟ على حسب، يعني في يعني تكتب يعني توصيات ولا كذا ولا ذي، لا يسمعون بالعكس. يعني أنا أقول لك، أنا إدارتي حاليا حطيت اللبي فيها، قسمت تقسيم على كيفي، وهي تقسيم عالمية مو تقسيم عادي يعني. أوكي، وأنا أنصح مدراء العلاقات العامة إذا يأسسون إدارات يستعنون بالشركات المختصة. بالنسبة لله يسلمك الخريجين العلاقات العامة، طبعا في قطر أنا طبعا من ضمن أولويات الجمعية دول العلاقات العامة فرع الخليج اللي احنا نوقف مع طلاب جامعة قطر، هاي من أولوياتنا، وسوينا كثير أنشطة لهم، وتبنينا دورات خاصة على حساب الجمعية. تتكلم عنها أنت يعني مبالغ بسيطة. أوكي، وأنا يعني عضو استشاري في مجلس الجامعة للإعلام بحكم منصبي كنائب رئيس جمعية دول العلاقات العامة. أنا حقيقة احتكيت بخريجات العلاقات العامة، ذهلت من احترافهم، ذهلت يعني شهادة كبيرة لطالبات قطر. نعم، المسؤولين عن القسم لطيفين جدا، وقاعدين يوقفون مع بناتنا وعيالنا حقيقة. يعني أنا حكمت أوراق عمل لثلاث خريجين، كل واحد كل ورقة تقول الزود عندي من قوة الرسالة وقوة الكامبين. أنا أعتقد الآن جامعة قطر تخرجوا الردي، خلاهم يمارسون العمل العلاقات العامة وبعدين صدروهم للمجتمع الخارجي. الله يعطيهم العافية أستاذ جاسم. وحبيت أشكر أنا يعني مديرة جامعة قطر على اهتمام بالعلاقات العامة، وأنا من أضم صوتي لك وأشكر سيدة مديرة إدارة جامعة لأن لما يجي نائب رئيس اللجنة الدولية للعلاقات الدولية يشيد بهذه الجامعة وخريجيها في العلاقات العامة، فهذه يعني احنا ان شاء الله نخطط حاليا لعمل المقهى الشبابي جامعة قطر للطلاب الجامعة، وراح ندمجهم معانا ان شاء الله في المؤتمر القادم في ان شاء الله مارس القادم كجمعية دول العلاقات العامة في قطر، المؤتمر الاقليمي اتكلم. فاحنا دائما على يعني تعاون مع بنات الجامعه وطلاب الجامعه. الله يوفقكم في عملكم استاذ جاسم ابراهيم فخرو، نائب رئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة فرع الخليج. نشكرك كل الشكر على وقتك الثمين اللي أعطيتنا إياه. بالعكس، أنا أشكركم حقيقة، أعطيتنا فرصة أن نبين إيش دور العلاقات العامة، وإحنا بالخدمة، تلفوناتي موجودة وعندنا موقع إلكتروني إحنا يرجعون له، يبون ibragc-qa.com. يعطيك العافية أستاذ جاسم. عزيزي المشاهد، حلقتنا انتهت اليوم.
شكرا. نلقاكم في فقرة جديدة وفقرات متنوعة من برنامج الدار.